فيديو جديد من انبوكسنج اريا يتم مراجعه افضل جيمنج لابتوب بسعره $550 وهو ايفو جيمنج لاب. بعد استخدام اكثر من شهر يتم مراجعه افضل لابتوب جيمنج بسعر $550 من وول مارت هاوس وهو ايفو جيمنج لابتوب. اللابتوب ده متاح منه اكثر من اصدار بامكانيات مختلفه. اللابتوب اللي معانا النهارده هو كور اي 5 رامات 8 جيجا. الهارد اس اس دي 256 جيجا بايت، الرامات 8 جيجا. لو جينا نبص نظره عامه كده على امكانيات هذا اللابتوب، طبعا اللابتوب ده موجود منه اكتر من اصدار بامكانيات مختلفه، لكن اللي معانا النهارده بكارت شاشه جي تي اكس 1650 4 جيجا بايت، الرامات 8 جيجا. طبعا الرامات في 2 رام سلوت، يعني ممكن نعمل ابجريد للرامات بحيث توصل ل 16 او 32. الهارد اس اس دي 256 وفي مساحه لاثنين هارد external، طبعا ممكن يشيل هاردين غير الهارد الحالي، يعني ممكن يتم إضافة هارد SSD وفي سلوت تالتة، يعني ممكن إضافة هارد درايف تالت. بالنسبة للبروسيسور فهو كور اي 5 10300 H. بالنسبة للشاشة اللي معانا هي 60 هرتز. طبعا الإصدارات التانية المختلفة الأعلى في السعر زي الاي 7 الشاشة بتكون 120 هرتز وفي إصدارات 144 هرتز. لو جينا نبص على اليمين فهو في طبعا الاير فينتس المراوح، في طبعا 2 USB 3 وفي SD كارد لمدخل للكارت الميموري. على اليسار طبعا في هيدفون وميكروفون جاك وفي بورت USB 2 و 1 جيجا لان. على الخلف بقى والباك سايد في HDMI بورت وفي باور انبوت سلك للباور وفي 2 ميني ديسبلاي بورتس وفي USB تايب سي. الويب كام HD بجودة عالية طبعا، وطبعا الكيبورد زي ما احنا قلنا هي RGB باكليت كيبورد، وطبعا طبعا جاي معاه ويندوز 10 هوم واكتيفيتد، وفي طبعا ميزه البرفورمانس مود بحيث يقضي وقت اكبر في الشحن. بالنسبه للبطاريه فيها بتقعد بين ساعتين ونص الى 3 ساعات، ولكن كنت فاكر ان ده عيب في البطاريه، ولكن ده اتضح ان معظم لابات اللابتوب فهي فعلا الحد الاقصى ليها 3 ساعات. اللابتوب ده انصح بيه جدا للمصممين الجرافيك والمهندسين طبعا، واي حد بيرسم 3D CAD او سوليد وركس، فاللابتوب ده هيشغل اي برنامج 3D CAD بكل سلاسه. بعد ما جربته في الرندر وقارنته بال HP Workstation Z600 لقيت انه اسرع تقريبا مره ونص او 150% من ال HP Workstation. لو هتشتري اللابتوب ده من وول مارت هاوس هتوفر تقريبا $200، لان سعره بينه وبين لينوفو تقريبا $200 في نفس الامكانيات. اي حد مهتم بعرفة الاصدارات الاخرى من ايفو جيمنج لابتوب هسيب اللينك في وصف هذا الفيديو. اتمنى يكون هذا الفيديو مفيد، والى اللقاء في عده مراجعات قادمه. شكرا.